السلام عليكم ورحمة الله. ده كان النور الواطي لعربيتي، وده كان النور العالي، وده كان أقصى أداء ممكن أحصل عليه من السيارة. وده أصبح الوضع الحالي بعد ما عملت تجديد وتعديل كامل لإضاءة السيارة، وأصبح أدائها زي ما أنت شايف فوق الممتاز، وبتكشف مساحات أطول ومساحات أعرض، وبالتالي بتكشف مساحة كبيرة جدا من الطريق. تابع معايا للنهاية وهشرح لك خطوة بخطوة إزاي توصل عربيتك للمستوى ده. لما بتكون الإضاءة ضعيفة بنلجأ لعدة حلول، أولها إن احنا نلمع الكشافات الأمامية، أو إننا نركب لمبات أمامية أقوى من اللمبات الموجودة في السيارة، أو إن احنا نركب كتاوت أو ريلي خارجي أقوى من اللي موجود في السيارة علشان يساهم في حل مشكلة الإضاءة. وللأسف كل ده مش هيديلك النتيجة المبهرة، هيكون في تحسن لكن مش تحسن مبهر. الحل كان تركيب ليد بار قوة الإضاءة بتاعته 6480 لومين، واتنين كشاف صغيرين علشان يساعدوا كشافات الشبورة، وده اللي ده الأداء اللي انت شفته ده. ولو عايز تعرف التفاصيل والأسعار وطريقة التركيب وهل بيمثل حمل على الدينامو والبطارية ولا لا، وتشوف كل ده عملي قدام منك، تابع معايا للنهاية. بالنسبة لي الليد بار ده من موقع بنجود الصيني، وعلشان تختار المناسب ليك ببساطة ادخل على محرك البحث جوجل واكتب بنجود من اول او من تاني نتيجة بحث، هيكون سهل جدا انك تدخل على الموقع الصيني الشهير. لما تدخل على الموقع خش على مسطرة البحث فوق واكتب ليد بار كار، هتطلع لك تشكيلة كبيرة جدا من كل انواع الليد بار، هتختار منها اللي يناسبك اللي ينفع معاك اللي يديلك الاضاءة اللي انت محتاجها. بالنسبة لي اخترت اللي انا بركبه في الفيديو ده بعد ما نزلت تحت وقريت المواصفات بتاعته، لان الموقع بيدعم اللغة العربية، ولما بتنزل في نفس الصفحة بتاعة المنتج تحت بتلاقي المواصفات الكاملة بتاعته وصور كتيرة ليه بتديلك انطباع عن حجمه طوله ارتفاعه عرضه وتصور كامل بحيث تبقى عارف هينفعك ولا لا. وجبت معاه اتنين كشاف صغيرين بحيث ان انا اركبهم واوصلهم مباشرة مع كشافات الشبورة، وجبت ضفيرة جاهزة فيها ريلي او كتاوت 40 امبير وفيها فيوز وفيها مفتاح ومعزولة، يعني بالنسبة لي حاجة اخر روقان بدل ما كنت لسه هضطر اعمل ضفيرة من اول وجديد. اختيار مكان تركيبه هيكون راجع ليك، لكن دايما راعي ثلاث حاجات. اولا ان انت لو ركبته في الاسفل هيكون عرضه ان هو يتكسر مع المطبات، لو انت ركبته هنا اذا معنى كده ان انت هتقفل مدخل الهواء اللي داخل للراديتير، لو انت ركبته هنا ممكن في الحاله دي تيجي لك مخالفه طمس لوحات. بالنسبه لي كان انسب مكان ليا هو ان انا هركبه في المكان ده كده بالظبط. الكشاف بيجي معاه اطراف تركيب بتتحكم فيها وبتثبتها في المكان اللي انت عايزه، هي مرنه معاك، يعني ممكن تركبها كده، ممكن تركبها مقلوبه، تقربها شويه تبعدها شويه على حسب اختيارك للمكان اللي انت هتركب فيه. الكشافات الصغيرة برضو بيجي معاها أطراف تثبيت بتتحكم فيها وفي تركيبها زي ما أنت عايز على حسب اختيارك. علشان أثبت ده هنا كده إجباري لازم أفك الإكسدام، لأن الإكسدام بيبقى ورا منه فلة، وورا الفلة شاسيه حديد، فمش هتعرف تثبت مسمار بصامولة. أساسيات فك أي إكسدام سهلة جدا، بتشيل الكشافات الأمامية وبعد كده بتمشي مع الدار ده كله من الأول للآخر تشوف لو في أي مسامير تثبيت بتفكها، ترجع تمشي مع الدائر من تحت من الاول للاخر، لو في اي مسامير برضو بتفكها. اخر حاجه ان انت بتراجع الدائر اللي هنا والمنطقه اللي جوه دي، كده اساسيات تقريبا تمشي على 90% من السيارات. بالاضافه لان بعض الاحيان بيكون في هنا كده في بعض السيارات شبكه اماميه فبر برضو بتفكها علشان تقدر توصل لمسامير تثبيت الاكسدام. قبل ما نسحب الاكسدام بنكون زي ما قلت فكيت كل المسامير اللي موجوده في الدائر فوق من الاول للاخر، بالذات المسامير اللي في الاماكن المزنوقه، وبعد كده فكيت المسامير اللي موجوده في الجنب ده، وبعد كده فكيت الفيش الكهربائيه اللي محتمل تكون متصله بيه، الجهه الثانيه برضو فكيت الفيش الكهربائيه، وفكيت الجزء الفبر ده من هنا. ودلوقتي تقدر تتابعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غرائب السيارات وطرق إصلاحها، بنقدم فيها كل فكرة جديدة وطريفة وهادفة والأهم موفرة في مجال السيارات، ونسعد بانضمامك لنا. استخدم صامولة كونتر علشان ما تفكش. وبعد كده بتعيد تثبيت كل المسامير اللي انت فككتها.
كده انا قعدت تركيب وتربيط كل حاجه زي ما كانت، وصلت الفيش الكهربيه، وصلت الفيش الكهربيه في الناحيه الثانيه، وبرده ربطت كل حاجه زي ما كانت. كده خلصنا تركيب الليد بار، نتنقل لباقي الخطوات. الكشافات الصغيره بيجي معاها تجهيزات للتركيب، لكن انا مش هحتاجه لان انا هثبت واحد هنا وهثبت واحد هنا، وهستخدم 4 ابزان بلاستيك للتثبيت. تابع معايا الخطوات. ده اصبح الشكل النهائي. نبدا التوصيلات الكهربائيه. الكشافات الصغيره هتتوصل مباشره مع كشافات الشبوره لان ما عليهاش حمل عالي. نفس اللي عملناه هنا بنكرره في الجهه الثانيه. بعد كده بتختار انسب مكان ينفع تثبت فيه الكتاود او الريلي والفيوز ورا منه. بالنسبه لي هعملهم الاثنين ورا بعض والفهم بشريط لاصق ويتثبتوا هنا كده، هيكونوا معقولين جدا بالنسبه لي. طريقه توصيل الضفيره الجاهزه من اسهل ما يمكن. الطرف اللي جاي من الليد بار بيتوصل مع طرفين جايين جاهزين، الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود، وبعد كده الطرف الاحمر اللي طالع من الريلي او الكتاود رايح للفيوز ده بيتوصل مباشره مع بطاريه السياره، والطرف السالب اللي طالع من الريلي او الكتاود مع الطرف السالب اللي جاي من المفتاح بيتوصلوا في اي مكان في جسم السياره، والطرف الاحمر اللي جاي من المفتاح بيتوصل مع النور الصغير، وهشرح لك دلوقتي ازاي توصله مع النور الصغير. بتشغل النور الصغير بتاع السياره، النور الصغير مش النور الواطي، وتجيب افوميتر وتظبطه على وضع 20 دي سي، والطرفين بتوع الافو بتبدا تنقلهم ما بين كل الفتحات اللي موجودين في الفيشه اللي بتركب في الكشاف نفسه من ورا، لحد ما تاخد قدام منك قرايه واضحه 12 ما يكونش على شمالها السالب. في الحاله دي بيكون سهل جدا ان انت تعرف الطرف الموجب اللي جاي مع النور الصغير وتوصل له الطرف بتاع المفتاح. الشكل النهائي للتوصيله ده الارض بتاع الكتاوت او الريلي، وده الريلي او الكتاوت ورا منه الفيوز بتاعه، وعزلتهم بشريط عزل، والطرفين التوصيل موجودين تحتهم للكشاف. الضفيره بتاعته اهي ماشيه، الطرف الموجب بتاع الزرار دخلته مع الفيشه دي، وبعد كده ده الطرف الارضي بتاع المفتاح. الكابل ماشي من فوق اهو، متثبت بجزء فيزان فوق خالص بعيد عن اي احتكاكات او مشابه، وداخل مع الضفيرة داخل صالون السيارة. دخلته داخل صالون السيارة، وفي النهاية ثبتت المفتاح في الحتة دي بحيث يبقى جنب ايدي وجنب دراع النور. ده عداد امبير دي سي بالشنط بتاعه. طريقة التوصيل بتاعته زي ما انت شايفها بالشكل ده كده، وده وظيفته ان هو يقيس الامبير اللي بتستهلكه السيارة او تشغيل السيارة او الاحمال الكهربائية لحظة تشغيلها في السيارة. شوف مع تشغيل النور الصغير ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه تسكر مع تشغيل النور الواطي، مع تشغيل النور العالي، مع تشغيل الليد بار كده مفيش قلق من اي حاجه وكله زي الفل الحمد لله. ثلاث امور مهمه فيما يتعلق بالليد بار. اول حاجه نصيحه، ويستحسن ما تستخدموش داخل المدينه وفي الازدحام لان ضوءه مبهر جدا. تاني حاجه، لو انت على طريق سفر ضيق يعني فرده واحده بس مقابل، فما تستخدموش في وش المقابل لان هو في الحاله دي هيتعمي ولا هيشوفك ولا هيشوف الطريق. تالت حاجه، ان الاسطوره اللي كانت بتتقال ان الليد بار بيبوظ البطاريه او حمل على الدينامو بالعداد وبالاختبار زي ما انت شفت، طلعت ان الاسطوره دي خاطئه تماما. دي كده تغطية كاملة لموضوع الليد بار وكل الجوانب المحيطة بيه. وفي الفترة اللي جاية بإذن الله لو في موضوع معين أو أمر معين في مجال السيارات وعايز تتحقق منه وتعرف سلبياته وإيجابياته، اكتبه لي تحت الفيديو في التعليقات. وتدريجيا في الفترة اللي جاية بإذن الله هبدأ أشتغل على كل الأمور محل طلب واهتمام من الناس. مش محتاج أقول لك انشر الفيديو، لأن في ناس كتير بتصرف قليل وكتير على موضوع الإضاءة وما بتوصلش لنتيجة مرضية، فيمكن الفيديو ده ينفعهم. ولو مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي هرفعها في الفترة اللي جاية بإذن الله،
بعد ما تضغط على زر اشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس عشان يجيلك اشعار بمجرد ما نزل الفيديو. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.